اخلع اللي جابه امه يلا. انتظر يا سلومبي. يلا. اني اتيه. يا نهار اسود. سامحيني يا مولاتي هشام. انقذوني. الامير يريده. يا دي الليل والنهار والاسود والسواد اللي انا داخل خارج فيه. وبعدين يا جدعان فكر رفك اللي انا عايش فيه ده. مفيش مره اروح اصدر في المفتاح. روح خارج بالكنز ويبقى الموضوع خلص كده. الله يخرب بيتك يا عم هريسه. والنور اللي قاطع ده ايه؟ يبقى احنا كده في مصر. نور قاطع يبقى احنا كده في مصر. عزيز. هو في ايه؟ الدنيا ولعه. مع السلامه عليكم الاول. وعليكم السلام ورحمه الله. يبقى احنا كده في مصر. الدنيا ولعه ليه؟ انا عارف. انت بتشتغل ايه؟ انا بالقافي حرامي. لا والله حرامي؟ اهي. بتاخد كام في الشهر؟ ايه؟ انت ميزانيه متوحه انت. ايه اللي انت لابسه ده؟ انت بلياشتو. انا ايه؟ بلياشتو. بلياشتو؟ بلياشتو ايوه. بقولك ايه والنبي حبيبي الملايين. انا شايف حاجه ورا ودنك كده وعايز اعرق دماغي. ما شربت السجاير بقالي بتاع شهرين من الكفار للثوره حبيبي. اتفضل. تسلم. سلام عليك. يا ربنا يرزقك يا رب بالحرام. معاكش كبريت والنبى ازميل. طلبات الكتر امسك يا عم كتر. ايه وانت بتجهز عروسه؟ سلام عليك. الف سلامه. نهارك ان شاء الله ازرق باذن الله. سلام. سجاير. برضه السجاره ما ولعتش. برضه اولع ازاي انا؟ ممكن اولع لو سمحت؟ وقف عندك ما تتحركش يا مجرم يا عتيد يا بتوع الحركه والبركه والمركه. هنلمكم. اسمك ايه يا جدع انت؟ انا اللمبي. انا ما عملتش حاجه والله. قدامي يا حارق القاهره يا معتدي اسير. احرق القاهره ليه؟ اقرا حريق القاهره. اقرا حريق القاهره. نقطع عليكم الخلايا بتاعته. اقرا حريق القاهره. اقرا حريق القاهره. والصحافه صاروخ ليه كده؟ اشاعات. ايوه واضح انك ضليع قوي. كله اشاعات في اشاعات. كله اشاعات في اشاعات والله. واسمك اللي منور الجرانين. انا ما اعرفش. انا وقت مع العسكري وانا خارج من خرابه لقيت خارج من القاهره الحادثه وانا اللي حرق القاهره. ازاي ما اعرفش؟ وصورتك والشهود ده بقى سرعه النت. الكيكا بايت عالية هنا في قلب المكان عندكم. دي كلها اشاعات. كل ده اشاعات حضرتك سعادتك. ربنا اراد يكشف سترك. ليه بس؟ ده انا بريء والله. قول لي. نعم. اللبس اللي انت لابسه ده هذا عاجبك؟ دي قرائن وهسألها لك. اتفضل. اللبس اللي انت لابسه ده ايوه اللي بيدل على زي موحد لحزب معين. نعم. اللبس ده ايوه بتاع ايه؟ ده بتاع البلاك بلوك. بلاك بلوك. بلاك بلوك. جميل. عظيم. اعتراف هايل مدهش رغم اني مش عارف معناها. ربنا يخليك يا سعادة الباشا. جل من اعطاك علم الشياطين يا خسيع. خسيع. قول لي. اتفضل. تقول ايه على الدليل القاطع اللي هيوصلك لحبل المشنقة اللي انت متخفي من ورائه؟ ايه بقى؟ نعم. دليل ايه؟ دليل ايه؟ انا مش عارف حضرتك بتتكلم على ايه اصلا؟ دليل ايه حضرتك؟ ايه هو الدليل؟ ما تلفش وتدور عشان انا روحي بتلعب في مناخيري. الف مبروك. ما شاء الله روحك كبرت وبتلعب في مناخيرك. ايه حاجه عظيمه. وتقول ايه في السلاح اللي لقوه معاك اثناء اشعال حريق القاهره؟ حريق القاهره؟ حريق القاهره. حريق مصر. مصر لكل المصريين. لا استوب موكشن بقى كده. لا ما ينفع. حريق ايه؟ يعني انا انت فاكر ان انا اللي جه القلب ان انا احرق بلدي؟ احرق مصر؟ ده انا ماليش عيش فيها ولا استحق اصلا ان انا اعيش فيها. انا عرفتك. الذنب. انت من الفدائيين. فدائيين؟ انا احبكم والله واكن لكم كل احترام وتقدير. الله يخليك. الله يخليك. انا فدائي. انا فدائي وكل اللي انا منضم ليهم فدائيين. واحنا كيف فدائيين برضك بنحبك وبنكن لك كل طراطيش. عارف؟ ايوه. رغم انك حارق البلد بره. ايوه. لكن ممنون منك. عارف ليه؟ ليه يا فندم؟ علشان شجاعتك واعترافك بحريق القاهرة. سعادتك لو سعيد ان انا حرقت القاهرة
انا ممكن اسقط لك بكره احرق مسجد السمان والجيزه وبان السويس والحته دي يعني لو حابب. مش عايز تحرق حاجه تاني؟ شوف انت عايز حاجه بحضرتك على حسب ما تحب حضرتك. انت على اتصال بمين في الخليه؟ اتصال بمين في الخليه؟ بالراجل صاحب المنحه لنفسه. انت مش لسه قايل انت من الفدائيين؟ يا باشا انا بقول اي حاجه انت سعادتك عايزها. انت شفتك بتحب الفدائيين فقلت بقى فدائي فدائي لك حبي وفدائي. عايزنا بقى صهيوني خلاص خليني ابقى صهيوني لو انت بتحب الصهاينه. شوف انت بس شوف انت عايز اي بلد عايزنا نركبها وابقى معاها واخد بالك بس المهم ان انا افك واخلع من هنا بقى. صهيوني؟ ايوه صهيوني. ده اعتراف هايل. امال ايه؟ ده اعتراف مذهل. امال ايه؟ مزعج. ايوه اكتب عندك. اتفضل. وقد اعترف المتهم ايوه بكل المنشورات شفت المنسوبه اليه. الله يخليك. بحرق القاهره وزود صهيوني. وفي الجيزه. نكتب له جيزه. قلنا هنحرق الجيزه وقلنا السويس. تعالى اقف جنبي قول اللي انت عايزه. ممكن؟ ده محضرك. والله انا ما عايز بس اتقل على حضرتك والله لا مؤاخذة عني. اتفضل حضرتك. الله يخليك. بص هنا اكتب الجيزه، اكتب الجيزه. ايوه. وبن السويس. وخش بقى ايه الاتحاديه. صح؟ ماشي؟ وعندك هنا رابعه ومدان عابدين. ماشي؟ اه كده خلاص. اه مرضي؟ اه كده انا مبسوط. اه في اي اضافه؟ لا والله. شوف انت بقى استضيف حاجه انت ضيفها. انت اكتب وقد اقفل المحضر في تمام الساعه السابعه و11 دقيقه مساء يوم ايوه 26 يناير ايوه يناير سنه 1952. لا والنبي 52 52 ايوه 52 52 52 ده لا ايوه اهو الملك فاروق جعفر اهو ما شاء الله عليه. طب ممكن في بياضه هنا ممكن اسجل فيها حاجه ثانيه زياده؟ اتفضل. هي صوت فقط. اتفضل. ماشي؟ حلو قوي. سعادتك وصلت ان انت قبضت عليا الساعه كام حضرتك قلت دلوقتي؟ 7:11 دقيقة. 11 دقيقة وعدى قد ايه الوقت على الكلام بتاعنا؟ يعني قول دقيقتين. دقيقتين يعني بقت كام؟ 13. حلو ده بقى ميعاد هروب انا. هتقول الدور ده اخرب بيت ام اللخبطه اللخبطه من الواحد الواحد. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير. ابوك تعرفه؟ اعرفه. الله يخليك. بس حضرتك هيئتك ولبسك غريب خالص. يا عم بلا خالص بلا مالص. هو ايه اللي حصل في البلد؟ ايه جهنم اللي والعه دي وبني ادمين ماشيه عماله محروقه ومولعه في ايه؟ وحضرتك مش عارف ولا مستنكف؟ انا بيني وبينك عايز اتكلم فعلا في اي حته، استنكف في اي حته كده ومحدش يعرف مكاني في الهوجه اللي حاصله دي. الاذاعه والجرانين بيقولوا اللي حرق القاهره شخصيه وهميه تدعى الليمبي. اللمبي؟ وسمعنا ان اللمبي هو اللي يحرق القاهره كلها لوحده. عندك حق يا عزيزي. الحكايه واضحه زي نور القمر. امال ايه؟ اللي ورا الحكايه دي القائد البريطاني البريجادير اوكسهام. طب والريجادير اوكسهام دول علاقتهم ايه في الثروه؟ الثوره اللي حصلت في هنا؟ يا عزيزي اوكسهام هو راس الافعى. ايوه. اصدر امر الوزير الداخليه فؤاد سراج الدين باشا. بإخلاء سكنات الشرطة في العباسية. إخلاء سكنات الشرطة في العباسية؟ أيوه. أيوه مهم طبعًا يخلق سكنات الشرطة في العباسية. فؤاد باشا جن جنونه. أيوه طبعًا. واتصل بالنحاس. أكيد بقى عشان عايز يديله المواعين والحلل من عنده بقى وياخدها يخرجها قبل ما تتشقط بقى من العيال اللي هم البلطجية. ولا إيه؟ كلامك ورموزك يؤدي للمعنى المنشود. لا ما انا ما نعجبك ما انا اصلا خبيث يعني عارف الحكايات بتحصل فيها ازاي. النحاس باشا رفض تسليم القناه. رفض تسليم القناه. والله عنده حق.
بس كلام في سرك يا عزيزي. اتفضل. اللي حرق القاهرة؟ ايوه. الجماعة المدربة. ده كلاب دي ولا ايه؟ هما مش كلاب، بني آدمين بس زي الكلاب بالظبط. ايوه صح. حرقوا القاهرة لإحراج النحاس. خلص أمي لجمان وودينا عند زرزور بقى. بس يا عزيزي اللي هيصير فضولي. ايوه. حكم دار العاصمة. ماذا بقى؟ مصمم إن الليمبي هو اللي حرق القاهرة. وبيقول هيجيبه هيجيبه. اللي هيجيبه هيجيبه. غفية يا عم. انت حاسس ان البلد كلها مستنيه الليمبي ده ما يجي يروحوا ملبسينه كل الحاجات دي وحجم دار عاصمه وتاكسي العاصمه وانت شكلك اصلا مش من العاصمه وبعدين ده عصري غريب وانت غريب وشكلك غريب وعايز اروح المشوار الغريب بتاع ام اللي جابوني بقى. انا هوصلك يا عزيزي بس انت خليك محله. حاضر محله وحاله يا حاله مروان كريم يا حاله. اتفضل يا عزيزي. الليمبي ده ايوه مخابرات الانجليز وراه. ايوه. مخابرات الملك وراه. ايوه. والبوليس السياسي وراه. ايوه. يعني هيجيبوه هيجيبوه. يفرجونا هيجيبوه ازاي؟ يقابلوني يا عم الحاج ووشي كده في السيده بسن سنجيت يا معلم. اروح معلم على الارض كده واللي يعدي الخط الثاني يعدي بفيزا. اصحى اصحى يا عم الحاج ده انا الليمبي اللي انت مين؟ انت مين؟ انا مين ايه؟ انت بتقول انت الليمبي؟ يعني كلنا الليمبي كلنا الليمبي كشعب واحد يعني. ايوه يا عزيزي. الثروه لازم تقوم على كده. عارف يا عزيزي. اتفضل يا عزيزتي. شمس الحرية هتشرق مهما طال الليل. هو انت حزب كنبة ولا حركة تردد؟ تردد. ايوة. دي احزاب جديدة دي ولا؟ احزاب جديدة لسه معمولة. اتأسست امتى؟ ده وانا جاي في السكة من هناك من مصر دلوقتي. ومين زعيمها؟ لميس الحديدي. لميس الحديدي؟ ايوة. معرفهاش للأسف. شايف يا عزيزي اللي هناك ده؟ مين بقى ده هناك ده؟ هو ده قصر الزرازير. هو ده قصر الزرازير؟ عارف يا عزيزي؟ اتفضل. أنا ممنون منك خالص. وأنا شلتوت منك خالص والله. والله حضرتك المشوار ده طويل. أيوه طويل. وبيكلفني 5 قروش. لا والنبي. 5 قروش؟ بتاخدهم على حجر واحد؟ أنت ظريف خالص. وأنت خفيف خالص. دي حركة قديم. الفدائيين. الفدائيين؟ هو ده يا عزيزي قصر الزرازير. انا ميمون جدا. انا اللي ميمون ليك يا عزيزي. ميمون ربنا يخليك. ليه يا ميمون؟ اتفضل. مع الف سلامه يا عزيزي. انا ميمون جدا من الفرصه دي. تعال. ايه اخرت كده ليه؟ مش عارف. هنا يلا بينا. ايه الناس اللي بتجري دي؟